أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: سجن جديد في عدن يتسع لألفي معتقل. نائب رئيس جامعة تعز يقول لموقع المشاهد نت: لن نتخلى عن طلابنا وقسم الجرافيك لن يغلق. ومن أخبار اليوم: الحوثيون في الحديدة يحتجزون ناقلات وقود كانت في طريقها لصنعاء. وفي الأخبار المنوعة: السلطات البريطانية تدرس طرد لاجئ سوري بعد رميه سجارة في الشارع. أهلا بكم. بعد أسبوع من العملية الإرهابية التي استهدفت البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن وراح ضحيتها عشرات الجنود، تحاول إدارة الأمن هناك إعادة الحياة إلى المكان. وفقا لصحيفة الأيام، فقد تم فتح طريق إدارة البحث بعد أسبوع من عملية التفجير. وقالت الصحيفة أن السلطات الأمنية بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن فتحت الطريق الواصلة بين إدارة البحث الجنائي وجولة الثقافة، وشهدت المديرية ازدحاما كبيرا في حركة السير. وكان طلاب جامعيون شكوا من أن إغلاق الطريق زاد من ازدحام الطريق بالمركبات خصوصا، وأن الطريق مهم للعبور العديد من الكليات، للعبور الطلاب يقصد للعديد من الكليات والمعاهد والمرافق. وأضافوا: يضطر سائق الباصات للعبور من الطريق الخلفي، ما تسبب في اكتظاظ الحياة أو الأحياء المجاورة. طريقة جديدة اتخذتها ميليشيا الحوثي لاحتكار المشتقات النفطية من السوق، وبدأت الميليشيات بتخزين كميات كبيرة في مخازن تخصها وفقا ليمن مونيتور. نقل المشتقات النفطية من المحطات إلى خزانات المجهود الحربي. وقالت مصادر خاصة للموقع إن جماعة الحوثي المسلحة خصصت الوقود المتبقي بالعاصمة اليمنية صنعاء للمجهود الحربي مع إغلاق التحالف العربي منافذ اليمن منذ الاثنين الماضي. ونقل مراسل يمن مونيتور عن أصحاب محطات وسكان ورجال أعمال في صنعاء أن الحوثيين هم من يتمكنون من الحصول على الوقود في صنعاء عبر إرغام عدد من محطات الوقود بتوقيف البيع للجمهور والاحتفاظ بكميات من مادتي البنزين والديزل لعناصر جماعة الحوثي بشكل منفرد. وكشف المراسل عن عشرات الآلاف من اللترات المخزنة بشكل سري في خزانات محطات التعبية الخاصة بالمشتقات النفطية، يمنع فيها المواطن اليمني من الحصول على بعض اللترات في وقت تنفرد جماعة الحوثي بالحصول على هذه الحصص المخزنة لعناصرها تحت مبررات الوطنية والمجهود الحربي. في مثل هذا اليوم غادرت القرية متجهاً إلى مارب. عام كامل انقضى وأنا في منفى شبه إجباري، لا أستطيع العودة. مثلي هنا في المدينة الصغيرة عشرات الألاف نزحوا فراراً من الحرب والدمار وجرائم الميليشيات. هكذا يكتب عدنان شهاب في موقع المصدر أونلاين، سارداً ما تعرض له وكيف وصل إلى مدينة فتحت بابها لكل يمني دون أن تسأله من أين جاء وإلى أين يذهب. في مثل هذا اليوم اتصل بي أحدهم أن نلتقي في الصباح، سنغادر صوب مارب. احتضنت خولة ومحمد وعائشة خفية بعد صلاة المغرب، لم يعلم بوداعنا الحميمي أحد حتى هم. التقطت بعض الصور لهم، كان سلاما حارا، قبلتهم حد الإسراف وشممت ريحتهم كما فعل النبي يعقوب بثوب ولده يوسف عليهما السلام وداعا كما لو أنه الأخير. ابن محمد ما إن بدأ يعرف الحياة ليفارق أمه التي انطفأت كشمعة في كامل قوامها وصلابتها، أغمضت عينيها إلى الأبد. كنا مبعثرين في الجبل بمفردها داخل السيارة، واجهت الموت، ناضلت لأجل البقاء، أسعفها أحدهم إلى المستشفى، كان الموت قد أخذها بعيدا. في تلك الليلة كانت حزينة، ذرفت عيناها دمعا عندما سألتها، أجابت بأنها لأول مرة تسافر ولن ترى والدها، والدها الذي توفي منذ 4 أشهر آنذاك، لكنها باتت بجواره. مر شريط من ذكريات وأنا في طريقي إلى البيت، كنت أسير برفقة الظلام وضوء القمر الباهت، كنت أحمل جسدي بلا فؤاد وحياة بلا روح، فؤادي فارغ من كل شيء ومليء بالحب. صورة محمد الذي يراني أبا وأما كنت أتنفسه، وعباراته المعهودة لم تبارح مسامعي، يقولها عندما كنت أغادر البيت إلى العمل،
لا يزال يردده حتى اليوم بعد كل اتصال. هذه البوسة لك. حصل موقع المصدر أونلاين على تفاصيل عن سجن جديد وكبير أنشأته دولة الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن في غضون أشهر، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 2000 سجين، لكنه لا يخضع فعليا للحكومة الشرعية. وأفادت مصادر عسكرية في معسكر بير أحمد التدريبي أن سجن كبير جدا ويقع في أحد أطراف المعسكر قريبا من معسكر التحالف العربي. وبحسب تقديرات المصدر أو المصادر، فإن المرجح أن يتسع السجن لقرابة 2000 سجين، وتتوسطه ساحة كبيرة ويضم زنازين وغرف تحقيق ومطبخ مستقل وصالة طعام، وتحتوي معظم الزنازين على مكيفات، وهناك غرفتا تعذيب مخفية ملحقة بالسجن. وتشير المعلومات أن أعمال الإنشاءات واصلت الليل بالنهار في السجن الجديد على مدى أشهر بهدف إنجازه سريعا، وأن وفدا من الهلال الأحمر الإماراتي زار السجن للتأكد من مطابقة مواصفاته للمعايير الدولية. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، البداية من العاصمة المؤقتة عدن. بندغر يصل إلى عدن ويجتمع بالوكلاء ومدير النفط ويبشر بقرب زوال الانقلاب. ومن عدن أيضا، النائب العام وعدد من المسؤولين يزورون السجن المستحدث الذي نقل إليه معتقلو بئر أحمد. وعنوان أيضا، الحوثيون في الحديدة يحتجزون ناقلات وقود مخصصة لصنعاء. وأخيرا، الأحزاب السياسية عن تحالف وطني عريض سيعلن في عدن. المنطقة الملتهبة وحتمية التغيير في العالم العربي، تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمد عايش مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: ما يحدث اليوم في العالم العربي هو تغيير حتمي وطبيعي، سببه أن الأنظمة في هذه المنطقة تشكلت بطريقة مشوهة ولم تكن يوم نشوئها نتيجة طبيعية ومنطقية لمسار الأحداث، وإنما نشأ بعضها بموجب خطوط سايكس بيكو، واستمدت بعض الأنظمة شرعيتها من الخارج وليس الداخل، وتحالفت أخرى مع المحتل الأجنبي، بينما بالغت أنظمة ثانية في القمع والاستبداد والفساد حتى أصبحت عبئا على السكان والمنطقة. هكذا ظلت التشوهات تتراكم حتى انتهينا إلى مرحلة التغيير التي بدأت مطلع العقد الحالي، ونتوقع لها الاستمرار لسنوات مقبلة. أما الخلاصة في هذا كله فهو أنه لا يوجد قوة أو تحالف في المنطقة العربية يستطيع التحكم في مسار الأحداث الحالية بشكل كامل، إذ ربما تنجح دولة أو نظام أو جهة في شيء ما أو توجيه ما، لكنها لن تنجح في كل شيء ولا في كل الدول. ودليل ذلك واضح وضوح الشمس، ويتجلى في فشل الحسم العسكري في ليبيا واستمرار الحرب في سوريا واليمن مع عدم قدرة أي طرف على الحسم. وفي النهاية فإن التغيير في المنطقة حاصل لا محالة، وما علينا سوى الانتظار لبضع سنوات حتى نرى. من داخل جامعة تعز نطالع ما جاء في أحد المواقع، حيث نفى نائب رئيس جامعة تعز خالد الوصابي في تصريح خاص للمشاهد نت ما تردد عن تراجع رئاسة الجامعة عن تخصيص قسم خاص بالجرافيك ضمن الفنون الجميلة في كلية الآداب. وأضاف الدكتور الوصابي أن رئاسة الجامعة سوف توفر الكادر الأكاديمي المتخصص لهذا القسم والإمكانيات الأخرى الخاصة من أجهزة إلكترونية. وأشار الوصابي إلى وجود اهتمام كبير من قبل رئاسة الجامعة بهذا الموضوع، ووفقا للموقع ينتظر ما يزيد عن 30 طالبا موهوبا أن يجد قسم الفنون في الجامعة الاهتمام الكافي بحيث توفر الإمكانيات فيه والكادر التدريسي المتخصص. ويذكر أنه تم افتتاح قسم خاص بالفنون في جامعة تعز قبل 3 أعوام، كانت خطط التجهيز لهذا القسم قد عدت، ووعدت السلطة المحلية حينها بتوفير كل الإمكانيات بحيث يحتوي قسم الفنون على 3 تخصصات: تصوير وتشكيل وجرافيك، إلا أن الحرب أوقفت كل شيء. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة،
ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسلتها إيوان غريغ بعنوان الله وحده يمكن أن ينقذنا، أطفال اليمن جوعى بسبب منع وصول المساعدات إليهم. وتصف كاتبة التقرير طفلا يمنيا يدعى عبد العزيز الحسينية 9 سنوات يرقد بألم على فراش في مستشفى شرق مدينة الحديدة باليمن، وقد بدأ نحيلا للغاية وأشبه بهيكل عظمي. وتقول أن هناك أكثر من 460,000 طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، وتشير إلى أن نحو 7 ملايين شخص في اليمن على حافة المجاعة، إضافة إلى انتشار مرض الكوليرا بعد شن قوات التحالف برئاسة السعودية ضربات جوية على البلاد. وتوضح الكاتبة أن 45% فقط من المستشفيات اليمنية ما زالت تعمل، إذ أغلقت معظمها بسبب القتال أو قلة المواد الطبية أو بسبب استهدافها من قبل طائرات التحالف. وتشير إلى أن مستشفى الثورة الذي يرقد فيه عبد العزيز يعالج نحو 2500 مريض يوميا، مقارنة ب 700 شخص قبل بدء الصراع في مارس 2015. تقول العربية الجديد إنه بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وزيادة أسعار السلع الغذائية وانعدام المشتقات النفطية في اليمن، هناك أزمة اليمنيين العالقين في الخارج في الوقت الحالي بعد قرار التحالف العربي إغلاق المنافذ الجوية، ما جعل المسافرين يواجهون صعوبات كبيرة نتيجة إغلاق المطارات. فهمي الأعوج يمني يعمل في العاصمة الأردنية عمان، كان يفترض أن يسافر في 9 من الشهر الجاري إلى اليمن حيث يقيم حفل عرسه، لكنه فوجئ بإلغاء الرحلة بسبب إغلاق المطارات اليمنية. يقول الأعوج للعربي الجديد: حجزت تذكرة سفر لأعود إلى اليمن بعد إكمال الاستعدادات لحفل عرسي، لكن قرار إغلاق المطارات حال دون ذلك وإتمام مراسيم حفل الزفاف. ويشير إلى أنه ما زال موجودا في عمان على أمل رفع الحظر بأسرع وقت ممكن. وفي الهند يعيش اليمني عبد الله عسلان ظروفا صعبة بسبب عدم قدرته على العودة إلى البلاد. يقول العربي الجديد: حالتنا يرثى لها، نحن عالقون في المطار، هناك عدد من المرضى والمرافقين لهم لا يملكون المال للعودة إلى الفنادق بعدما أكملوا علاجهم وحزموا أمتعتهم للعودة إلى البلاد. ولا يختلف وضع المسافرين اليمنيين العالقين في القاهرة عن آخرين في دول أخرى. يؤكد ناصر عبد المجيد للعرب الجديد أن معظم العالقين يعيشون أوضاعا صعبة ولم يكونوا مستعدين للإقامة في القاهرة فترة أطول، معظمهم جاءوا من أجل العلاج ولم يفكروا في البقاء طويلا. إرادة الحياة عنوان لمقال كتبه إبراهيم العريس في صحيفة الحياة اللندنية، وأضاف الكاتب في جزء من المقال: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أن انطلقت وتشدو بما شاء وحي الإله. في أقل من 20 كلمة هنا تمكن شاعر شاب ذات يوم من أن يعلن برنامج حرية متكاملا، برنامج حرية يرتبط مباشرة بالطبيعة ليبدو كأنه ترجمة على سبيل المثل لمبدأ سبينوزا في الحرية والفرح والحياة وفي الألوهية أيضا. كان شاعر تونسيا، وربما لا نكون في حاجة هنا إلى التذكير باسمه، فأبو القاسم الشعبي ربما يكون واحدا من أشهر الشعراء العرب، وربما تعود شهرته على أي حال إلى قصيدة واحدة هي بالتأكيد غير تلك التي افتتحنا بها هذا الكلام. فهل ثمة في دنيا العرب من لا يعرف قصيدته إرادة الحياة التي أضحت مع مرور السنين، ولكن بخاصة منذ ثورة الياسمين التونسية أشبه بنشيد وطني عربي يتغنى به الشباب في معركتهم ليس فقط ضد الدكتاتوريين ومستعبدي البشر، ولكن بخاصة ضد الظلمات. وهل ثمة بين الجديين من المنشدين العرب من لم يغني أو يحلم بأن يغني تلك الأبيات العابقة
بالتفاؤل وحب الحرية وحب الحياة، داعية إلى اتكال الشعوب على نفسها، واعدة إياهم بأن القدر سوف يستجيب إن هم أرادوا الحياة. صحيفة القدس العربي تساءلت: من هو الرجل الذي نظر الحريري إليه بريبة في مقابلته التلفزيونية؟ الحوار الأول لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري مع باولا يعقوبيان لم يكد ينتهي حتى أطل في كادر الحلقة شخص يحمل ورقة وكان الحريري ينظر إليه بخوف. فما كان من هذه اللقطة السريعة أو من هذه اللقطة السريعة التي لم يستطع كما يبدو مخرج الحلقة على الهواء تفاديها، إلا أنها حققت سؤالا طاف على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، وحقق انتشارا واسعا حول هوية الشخص وماذا أراد من الحريري ولما نظر إليه الحريري بهذه الطريقة المريبة، وكيف انتهت الحلقة بعد إطلالة الرجل الغريب. وتناقل ناشطون صورة مركبة للقطتين، واحدة للحريري وواحدة ليد الشخص الذي يحمل الورقة من خلف باولا يعقوبيان. وبينما كان الحريري يجيب على سؤال المذيعة ركز نظره فجأة على الجهة اليمنى، وعندما توجهت الكاميرا إلى المذيعة ظهر رجل خلفها وفي يده ورقة، وبعد أن نظر إليه الحريري مرتين قام بحركة التقطتها الكاميرا على الهواء مباشرة ملوحا له بيده للانصراف. ووصف ناشطون نظرة الحريري بأنها غريبة للغاية وفيها شيء من الخوف وكأنه يتلقى الأوامر. عثر علماء بشكل مفاجئ في إحدى المحيطات كما وردت صحيفة أو وردته صحيفة البيان على واحد من أقدم أسماك القرش في العالم. كان يعتقد أنه انقرض منذ قرون وفق ما ذكرت تقارير غربية. أخيرا وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العلماء كانوا يشاركون في مشروع للاتحاد الأوروبي للحد من القبض على الأسماك غير المرغوب فيها أثناء الصيد التجاري، إلا أنهم عثروا بالصدفة على مخلوق بحري يحمل صفات غريبة وفق العلماء الذين أكدوا أنه يعود إلى عصر الديناصورات وكان يعيش في عصور سحيقة، وآخر بقايا عثر عليها تعود إلى 80 مليون سنة. وأشاروا إلى أنه كان يعتقد أنه انقرض منذ فترة طويلة، لكنهم تفاجأوا بالعثور على هذا المخلوق على عمق 700 متر في المياه باتجاه منتجع بورتيماو في البرتغال، ووصفوه بالكائن المرعب الذي يعد كابوسا لرواد المحيطات. ووفق الصور الملتقطة للمخلوق يظهر القرش بجسم نحيف وطويل وبوجه يشبه وجه الثعبان، كما أنه يتوفر على أسنان مزركشة يبلغ عددها 300 سن. السلطات البريطانية تدرس إمكانية طرد لاجئ سوري إلى خارج البلاد بسبب رميه سجارة في الشارع، وقال موقع العين نقلا عن صحيفة بريطانية: ربما يكون إلقاء بقايا سجارة في الشارع لا يشكل أزمة ضخمة للكثيرين، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة لهذا اللاجئ السوري الذي وجد نفسه عرضة لخطر الترحيل بعد إلقائه سجارة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن. وقال الموقع: سلامة أحد طالبي اللجوء السوريين أصبحت في خطر بعد إلقائه عقب السجارة وفرض غرامة عليه قدرها 80 جنيها استرليليا و104 دولارات. وزارة الداخلية البريطانية تنظر في طلب اللجوء المقدم من الشاب البالغ من العمر 27 عاما، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة أكبر بمبلغ الإعانة التي تمنحها الوزارة له لمساعدته خلال أسبوعين، وبسبب عجزه عن دفعها ولأن وضعه في المملكة المتحدة كان في خطر دفع طرف ثالث الغرامة. وفي عام 2012 هرب الشاب من مدينة درعا السورية حيث كان يعمل طباخا في أحد المطاعم، وخاض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الأردن ومصر وليبيا، وأبحر على متن قارب صغير إلى إيطاليا، ثم سافر إلى فرنسا ليصل أخيرا إلى المملكة المتحدة العام الماضي ويطلب اللجوء ويلقي السجارة في الشارع. جولتنا المصورة لهذا اليوم من مجموعة صور تنوعت بين صور الطبيعة وجمالها وصور الأحداث التي شهدها العالم أمس وقد نشرتها صحيفة الديلي تلغراف. نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.